السلام عليكم، يعطيكم العافية. بهذا الفيديو راح نحكي عن الفيتشر كودز الموجودة ببدالة الزونت البلس. راح نروح على كل كنترول فيتشر كود، عندنا انكويري لان اي بي، يعني لو انا ضغطت من اي اي بي فون ستار 158 راح اشوف اللان اي بي للبدالة. إذا بدنا نعرف الـ 1IB star 159 inquiry phone number، يعني أنا بـ extension star 114 راح أعرف الفون نمبر. هلأ زي ما احنا شايفين لأي feature code أنا فيني أعرف details أكتر عنها. زي ما احنا شايفين هون في عنا الديفولت، ممكن نعمل custom نحط الكود اللي بدنا اياه، بس بشرط ما يتعارض مع اي فيتشر كود تاني والستاتس يكون انابل. نكمل النتورك مود زي ما احنا شايفين هون. ممكن انا ابرمج تليفون، يعني الراوت مود يعني الوان اي بي واللان اي بي يشتغلوا، والبريدج مود زي ما احنا عارفين انترفيس واحدة. لو عملت ستار 157 ستار 0 انا حولت النتورك مود للراوت مود، واذا عملت ستار 157 ستار 1 بريدج مود. اي بي ادرس كونفيج مود، اذا انا بدي الاي بي تبع البي بي اكس دي اتش سي بي راح اعمل هذا الكود ستار 150 ستار 2 هاش، واذا ستار 150 ستار 1 هاش ستاتيك. configure IP address زي ما احنا شايفين star 152 star، وبنحط ال IP. طبعا الدوت بين ال IPات راح تكون نجمة. ممكن نبرمج ال gateway بنفس الطريقة بال feature code configure subnet mask. اذا بدنا نعمل restart لل PBX نضغط star 3 وحدات. في عنا ال call waiting، اذا بدي افعلها لل extension اللي انا عليه راح اضغط ستار 70. لو بدي اعمل disable للكول ويتنج راح اضغط ستار 71 زي ما احنا شايفين. blind transfer يعني انا ضغطت زي ما احنا شايفين الاكستنشن 8000 فرضا، فور اكزامبل اذا ضغطت نجمة 8000 مربع راح احول المكالمات دايركت حرميها للاكستنشن 8000. اما attend transfer انا ححول مكالمة ولكن الشخص المتصل حيكون على الهولد قبل التحويل عشان اتأكد انه الشخص موجود او لا، بعدين احول المتصل عليه. وفي call forward unconditional mode، uncondition اللي هي شرحناها قبل هيك انه لو انا عملت call forward unconditional وحطيت رقم، اي رقم حيتصل على الاكستنشن تبعي فورا حيتحول على الرقم اللي انا حولته بالانكونديشن مود. اذا بدنا نعمل disable للكول فورورد انكونديشن سيرفيس راح نضغط ستار 073. كول فورورد وين بيزي، لو انا معي مكالمة وشخص اتصل علي وانا فعلت الفيتشر كود ممكن يتحول للرقم اللي انا بختاره. طبعا عشان نعملها دي اكتف عندنا هذا الفيتشر كود، ونفس الكلام لكول فورورد وين نو انسر. واذا بدنا نعمل كنسل للكول فورورد وين نو انسر كمان عندنا. والدي ان دي وضع الصامت، يعني لو انا فعلت الدي ان دي وشخص اتصل علي فورا الاكستنشن حيعمل ريجكت للمكالمه. ممكن انا افعل الدي ان دي اذا انا باجتماع او ما بقدر احكي مع اي حد حاليا، فممكن افعل الدي ان دي. الكول بيك اب يعني انا ممكن اسمع اي اكستنشن برن واكون باي اكستنشن تاني واعمل نجمة 4 واتصال. وان اكسس كنترول زي ما احنا شايفين، اذا بدي الوان انترفيس اي بي اكسس عليه من اي جهاز كمبيوتر راح اضغط نجمة 160 نجمة 1 مربع عشان افعلها، ونجمة 160 نجمة 0 مربع عشان اعمل disable وما حدا يقدر يفوت عن طريق ال 1IP تبع البدالة. هلأ ال voicemail service نجمة 9-8 لو انا مفعل بريد صوتي على الاكستنشن،
بقدر أشوف الرسائل الصوتية اللي إجتني. كول باك سيرفيس، الكول باك سيرفيس زي ما حكينا إنه إذا شخص اتصل على بدالتي أو على الخط الموجود فيه البدالة، فورا البدالة بعد ديلي أنا بحدده راح ترجع تتصل على الكاستمر عشان الكاستمر ما يدفع فيز للمكالمة زي ما شرحنا، لأنه المكالمة من خط أرضي لخط خارجي ما بتكلف، أما من خط موبايل مثلا لبدالة أو خط أرضي فهيك بنوفر على الكاستمرز يعني فيز بالنسبة للموبايل كولز. الريكوردينج سيرفيس في حالة زي ما قلنا قبل احنا عندنا اوتو ريكورد ومانيوال ريكورد، لو انا الكول ريكوردينج مفعل البروفايل اللي هو مانيوال ريكورد لو ضغطت نجمة واحد مكالمتي حتتسجل، واذا المكالمة عم تتسجل وعملت نجمة واحد مكالمتي معها يعني خلص حتتوقف تتسجل. كول بارك فكرتها انه انا بحكي مع شخص وعملت نجمة ستة من التليفون اللي انا فيه، البدالة رح تعطيني رقم فيرتشوال وحتعمل هانج اب الي وتخلي المتصل على الهولد. لو رحت على اي اكستنشن بالبدالة واتصلت على الرقم اللي اعطتني اياه البدالة رح اكمل مكالمتي مع الكاستمر اللي ضل على الهولد، يعني كأني نقلت المكالمة لمكان تاني. كول مونيتور اللي هي الكول سباي زي ما شرحنا عندنا ثلاث انواع، النجم 22 بريفكس، نجم 222 اللي هو الليسن مود اللي هو لا الايجنت ولا الكاستمر الاكسترنال نمبر بسمعني، الويسبر مود بس بقدر احكي مع الايجنت بسمعه بسمعني ولكن الاكسترنال نمبر ما بسمعني، والبارك ان ممكن نعتبرها زي كونفرنس بس بدون انفيتيشن بقدر احكي مع كل الاطراف. واخر اشي الاوتو انسر لو ضغطت نجمة 80 زائد رقم الاكستنشن يعني نجمة 80 8000 شو اللي بصير؟ الاكستنشن 8000 بيفتح فيه سبيكر يعني انا ما بحتاج استناه تا يرفع السماعة ويرد علي، فممكن نعتبرها زي نظام announcement لسنجل اكستنشن. وهيك بنكون بهذا الفيديو شرحنا الفيتشر كود على بدالة الزون تلبلس.